السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون الناس اللي تبعوا فينا احبابنا، السلام عليكم، معكم خوكم غاني. بوه خوتنا درك حنايا في كيما يقول لك لو 3 فيفري، بغيت نقول لكم بركة ان الشجرة هذيك البلاستيكية ديمونتيتها ونستاليتها لهنا. وبغيت نقول لكم دركا اللي باغي يدير العشوش كيما يقول لك من برا، العشوش هذيك ستيريغ تقدر ديرهم، وشنو ما تحطش حاجه من داخل، ما تحطش شوسي القش هذاك اللي بنيو بيه باه ما يخمجو لك، شو ما يدير لكش ما يبدا لكش القرم كيما يقول لك على بكري القمله كيما يقولوا. انستالي برك العش باه يوالفوا عليه، ودير كيما يقول لك لا فيرجين هاي اللي هنا حاجه خضراء باه يوالف الحسون. وكيما قلنا ها والعش هذا بربي ان شاء الله وسيزي نستاليه، هذايا تاع الخلاوه خاوتنا ها ها، وتقدر تنحيه. هو ماذا بيكم كي دير عش لازم تقدر تنحيه ها، علاش الغدو باه كبيري في عش كي ديرو كيكس ما تقدرش تنحيه، والخلاوه يموتوا على عشوش كيما هكا ها. سموهم بالعربيه كيما نقولوا شاردون، يبغي لانتيميتي تاعو ما يبغيش تشوفو. على هذه خوتنا مليحه ساعه ساعه، واحد كش ما يلقى بلاستيك هذايا أشجار بلاستيكية كما يقولوا ارتيفيسيال اللي ينستاليها، واللي باغي ينستالي العشوش وشن هو ما ماشي لا كوبلومون خوتنا. انا تاعي مزال مسيباريين هاك تشوفوا، والنيتواياج ديما خوتنا كملوا ديما النيتواياج ها مسيباريين ها وحده هاي واحد هاي هي درك تبدا هي كما نقولوا كما يقول لك تفيريفي، تبدا تعرف البلاصه تاع العش ها، تبدا تخزر مع العش جهة الفمالة خاوتنا هاي الفمالة وسيل لهنا. وهذه الخلوية راني خليتها شوية تشوف المال وشن هو الخلوية خاوتنا كيما قلت لكم، هاو العش تاع الخلوية بربي ان شاء الله ها هو ها هو تلصقوا من داخل. وشن هو كي تقدر تنحي العش، مش كي تلصقوا ما تقدرش تنحي العش. وشن هو خاوتنا مازال لاكوبلومون كيما قلنا، حنا ونتبعوا فيهم نبداو نستالي كيما يقول لك العشوش هذيك ستيريغ برك باه يوالفوا الفراغ تاعكم، وديروا كيما يقول لك الاشجار البلاستيكيه هذه و باش بريباري، وباه المقنين تاعك مالا توالف على البلاصه وتعود تعرف البلاصه تاع العش توالف عليها. وكاين الناس عندهم قال ان ما يدير ما والو تصلاح ما كاين مشكل، خاطر ما عندها بزاف الحسونه تاعو كل واحد والعصافير اللي عنده. وشنو انا نحكي لكم على التاريخ تاعي وزيد نقول لكم حاجه خلاف، ها هو لهنا هذه الفماله كناريه بغيت نكوبليها مع هذا، نحيت لهم انايا كيما يقول لك الاشجار هذيك الطبيعيه تيبس ليه ليه وتخمج لك الدنيا. بريفيريت هذايا اون بلاستيك خير خاوتنا، اون بلاستيك ما يروح ما والو، ما من المقنين كيعض منه ما يقدرش يطير الورق تاعها. ودرك واش درت، حطيت الكناري لهنا اون فاس، شوفوا خاوتي حط الكناري اون فاس الكاجا تاع كناريه والمقنين، باه هو كيغني عليها هي اوتوماتيكمون دير لابوزيسيون، والشاردون اون جينيرال غيار يغير الوغ يطلع ديريكت عليها بربي ان شاء الله. ولا خوتنا انا بغيت بركه فيديو خفيف ظريف كيما يقولوا، بغيت برك نعاتش لكم الطريقه كيما ديروا والعشوش والاشجار البلاستيكيه باه المقنين تاعك يوالف يوالف لك على البلاصه. وانا درك الفيغ تي في تعود نعطيهم دو فوا كيما يقولوا باغ سومان. وهذه هي خاوتنا، زيد نعاتش لكم عش خلاف، هذا يعش من داخل تقدر ديرو سي من داخل هاهو. من هنا ما حبيتش ندير خاطر ما هاد لهنايا اللهن باه العش يتنفس باه يطيش الخماج هذاك ما يحصلش، وندير لهنا حاجز بعد القرم اللي يعود يخمد لهنا. انا درت هاك هاو العش خاوتنا. ولا خاوتنا هذا واش بغيت نقول لكم في فيديو خلاف ان شاء الله، وان شاء الله الناس كل قاعده تحضر، مازال وقت لا كوبلو خاوتنا. الشهر هدايا ديروا العشوش برك، اللي باغي يدير العش اللي ما باغيش حر دير العش على الاكستيريور ولا الانتيريور. وشنو هو ساعه ساعه نطفوه العش
بال فمالة توالف لك على البلاصة برك. وكما قلنا لا فيرجير الحسون اون جينيرال يبغي حاجة خضراء، يبغي حاجة يخمد فيها كما يقولوا، ما يبغيش تشوف له العش تاعو. فوالا خوتنا كان الكلام في فيديو خلاف، هذا فيديو فيه بركة. بقاولنا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.